أبشركم أن قراءة صفحة واحدة من القرآن فيها قرابة 6000 حسنة، وهي لا تستغرق سوى 2 دقيقة أو أقل. أبشركم أن قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد، تعدل 3/4 القرآن. ومن أحبها دخل الجنة. قال رجل من الأنصار: يا رسول الله، إني أحبها. فقال: حبك إياها أدخلك الجنة. رواه البخاري. أبشركم أنه يقال يوم القيامة لقارئ القرآن: اقرأ وارتق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. رواه أبو داود. أبشركم أن من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت أظفاره. أبشركم أن من فرغ من الوضوء وقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبد الله ورسوله، إلا فُتِّحَت له أبواب الجنة 8 يدخل من أيها شاء. رواه مسلم. أبشركم أن من توضأ فأحسن الوضوء ثم صلى 2 ركعتين يُقبل عليهما بقلبه ووجهه وجبت له الجنة. رواه النسائي. أبشركم أن خطوات الماشي إلى الصلاة إحداهما تحط خطيئة والآخر ترفع درجة، وأن من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. أبشركم أن من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. رواه البخاري ومسلم. أي إذا قال الإمام في الأرض آمين قالت الملائكة في السماء آمين. ومن وافق تأمينه تأمين الملائكة من غير زيادة ولا تأخير غفر له ما تقدم من ذنبه. أبشركم أن صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ 27 درجة. أبشركم أن من صلى الصبح فهو في ذمة الله وحفظه حتى يمسي. أبشركم أن من حافظ على صلاة العصر ضوعف له أجره 2 مرات. إن هذه الصلاة عرضت على من كان قبلكم فضيعوها، فمن حافظ عليها كان له أجره 2. رواه الإمام مسلم. أبشركم أن من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله. أبشركم أن 2 ركعتين قبل الفجر خير من الدنيا وما فيها. أبشركم أن من صلى 12 ركعة في يوم وليلة بنى الله له بيتا في الجنة. أبشركم أن 2 ركعتين في الضحى تعدل 360 صدقة وتؤدي شكر نعمة جميع مفاصل الإنسان. أبشركم أن رجلاً صلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم فلما رفع رأسه من الركوع قال: ربنا ولك الحمد حمداً طيباً مباركاً فيه. فقال عليه الصلاة والسلام: رأيت 34 ملكاً يبتدرونها، أيهم يكتبها أول؟ رواه البخاري. أبشركم أن الطهور شطر الإيمان وأن السواك مرضاة للرحمن. أبشركم أن من قرأ آية الكرسي عقب كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت. رواه النسائي. أبشركم أنه ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان إلا غفر لهما. أبشركم إذا عاد المسلم أخاه المسلم
لم يزل في خرفة الجنة أي جناها، رواه الإمام مسلم. أبشركم أن الكلمة الطيبة صدقة، وإماطة الأذى عن الطريق صدقة. أبشركم أن من شهد جنازة حتى يصلى عليها فله قيراط، والقيراط مثل جبل أحد، ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان. أبشركم أن من بنى مسجدا لله بنى الله له بيتا في الجنة، ومن كفل يتيما كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنة، والساعي على الأرملة والمسكين كالقائم الذي لا يفتر وكالصائم الذي لا يفطر، متفق عليه. أبشركم أن المتصدق تعظم صدقته عند الله، فالتمرة يأخذها الله سبحانه ويربيها حتى تكون مثل الجبل، ومن أخفى صدقته ولو قلت أظله الله تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله.